قال لي يا رسول الله انا لقيت لي مره متطرفه بغادي، انا لقيت لي مره متطرفه بغادي في اقصى المدينه، عملت معها اي حاجه، بوسو لميس بوسو لميس بوسو لميس. قال له ها شوف الحاصل جلد ولا غرامه ولا الحاصل شنو. هذا شقي، هذا شقي، يتركوه، هذا يبغض الصحابه ويحب الفتنه. وش يبي بالصحابه؟ راح انتهى وقتهم، راح. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن ذلك قال أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فنطهر ألسنتنا من سبهم. لا يجوز، لكن هذا الشقي وداعية ضلال، اتركوه. نعم. وشيخ الإسلام بن تيمية بالواسطية، عقيدة الواسطية، يقول ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ما سلم الصحابة من لسانه والعياذ بالله وقلمه وبذاءته. نعم. خلاني قال لأنه أنا بسب الصحابة، بسبهم كيف؟ قال قلت الصحابة بحبوا الدنيا ويقتتلوا في السلطة، ده سب؟